حدث اليوم حيث عادت إلى الواجهة قضية رئيس مكتب وكالة الاستخبارات المركزية في الجزائر سابقا، حيث اعترف هذا العميل بمسؤوليته في قضية اغتصاب فتيات جزائريات. مرحبا على أبو نجار. مرحبا عبد الإله. ما هي خلفيات هذه القضية؟ القضية عبد الإله تعود أحداثها إلى بداية العام 2008 في الجزائر، وقد كشفتها وسائل الإعلام الأمريكية العام الماضي، حيث تم فتح تحقيق حول أندرو وارن الذي كان يعمل كمستشار في السفارة الأمريكية، وفي الحقيقة كان مسؤولا للسي آي آي في الجزائر، والذي من فتاتين جزائريتين بالاعتداء عليهما جنسيا. العميل دفع عن نفسه بالقول انه تعرض لمحاوله ابتزاز من السيدتين اللتين تعملان مع المخابرات الجزائريه، لكن بعد اشهر من التحقيق تبين ان وارن حاول ممارسه الجنس مع احدى الجزائريات، ورفضها جعله يستخدم ماده منومه ويغتصبها ويصورها. المحققون عثروا ايضا على 12 شريط فيديو ظهر فيه العميل الاستخباراتي وهو يمارس الجنس مع نساء اخريات، وتوسع التحقيق ليشمل اعتداءات في مصر حيث عمل وارن من قبل. وارن قبل يومين اعترف بتهمة التحرش الجنسي وتناول المخدرات والتهديد بالسلاح، وهو يواجه عقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة $250,000. على يعني أن القضية طويلة تماما، لكن ما يلفت الانتباه هو الاعتراف الرسمي بوجود وبنشاط الاستخبارات الأمريكية في الجزائر. نعم عبد الإله، هذه القضية سلطت الضوء على وجود فرع ومركز للاستخبارات الأمريكية في الجزائر، وحتى الآن السلطات الجزائرية لم تكن تعترف رسميا بوجود السي آي آي في أراضيها. محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق والمعارض للنظام الجزائري حاليا ضمن حركة رشاد، لديه نظرته حول هذا الموضوع. هذا يؤكد ما كنا قلنا عدة مرات من قبل، من أن هناك مكاتب لأجهزة أمنية خارجية وعلى رأسها CIA، هناك أيضا مكتب للإف بي آي ومكاتب لدول أخرى في الجزائر. طبعا زرغوني سئل عن وزير الداخلية السابق، سئل عن هذا الموضوع عدة مرات وقال ليس لدينا مكاتب للمخابرات غربية. ليس هذا فحسب في الحقيقة، هناك أيضا تواجد عسكري أمريكي في جنوب الجزائر وفي شمال مالي والنيجر. أكثر من مرة قصفت طائرات أمريكية قوافل قيل أنها لمهربين قريبة من الجماعات المسلحة. إذن هم جاءوا بموافقات رسمية، ومن ثم من حيث مفهوم القانون الدولي إذا شئت لم يخترقوا السيادة، ولكن من حيث الوطنية والخطاب وكل ما يقال هناك اختراق واضح. هذه القضية عبد الإله قد تأخذ حدودا أبعد وأخطر عندما نرى إلى تصرف عميل CIA وكيف يمثل الولايات المتحدة في بلد أجنبي ويترك أدلة مادية على أفعاله. ولربما عبد الإله قضية أندرو وارن ما هي إلا الشجرة التي تغطي سلسلة فضائح شبكة الاستخبارات الأمريكية وسجونها السرية ومعاملتها لمساجين غوانتانامو. شكرا لك على أبو نجار على كل هذه الإضاءات.